شهدت الجزائر العاصمة وعدد من الولايات مسيرات تطالب بالتغيير في البلاد، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالحرية واستقلال العدالة ومدنية الدولة. وتشهد العاصمة الجزائر إجراءات أمنية مشددة وتطويقا لمختلف مداخل المدينة ومخارجها. للجمعة التاسعة بعد المئة والرابعة بعد الذكرى الثانية للحراك يخرجون إلى الشوارع، والشعارات ذاتها رفعها آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائر، كما في البويرة وتيزي وز وبجاية، وشرقا في قسنطينة وسكيكدا وجيجل. الحرية واستقلال العدالة ومدنية الدولة مطالب لم يحيدوا عنها، والتغيير الشامل مطلبهم الأساس، في رفض واضح للخريطة السياسية التي اقترحها الرئيس عبد المجيد تبون منذ انتخابه. الحراك الذي كان أقل زخما اليوم لم تمنعه الإجراءات الأمنية المشددة من مواصلة التظاهر، والمسيرات كان عنوانها الرئيس رفض الانتخابات التشريعية المبكرة التي أعلن عنها رئيس البلاد الأسبوع الماضي، والمقرر إجراؤها في 12 من يونيو المقبل. قررت الرئيس الجزائري تعهد في رسالة طمأنة بعثها إلى الشعب وشباب الحراك بمناسبة الذكرى 59 لعيد النصر بتوفير كافة ضمانات النزاهة والشفافية في الانتخابات النيابية المبكرة المزمع تنظيمها في يونيو لهذا العام، داعيا إلى مشاركة الطبقة السياسية والمجتمع المدني والنقابات لإحداث القطيعة الجذرية مع ممارسات الماضي. ينضم إلينا من الجزائر دكتور توفيق بقعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر. دكتور توفيق أهلا بك، كيف سينعكس قرار الحراك عدم الالتفات للخطوات السياسية التي تقوم بها السلطات، ومن بينها إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، على العلاقة بين الحراك والسلطات من جهة، وعلى المشهد السياسي بشكل عام في الجزائر؟ تحية طيبة لك ولكل المشاهدين الكرام. أعتقد بأن الحراك والسلطة لازالان يسيران في خطين متوازيين، لا يوجد هناك أي فرصة للقاء والتباحث عن مخارج التي يمكن أن يتفق عليها الطرفان في للخروج من حالة الأزمة. لا يمكن للحراك أن يلغي الانتخابات 12 جوان المقبل لأنه ليس لديه كل الإمكانيات التي يمكن من خلالها أن يحقق هذا الهدف. كذلك للسلطة لا يمكنها أن تقنع العديد الآلاف من المواطنين وعشرات الآلاف من المواطنين، لم نقل الملايين، بالذهاب إلى الانتخابات التشريعية التي ترى وتعول عليها من أجل البدء في التأسيس لمؤسسات الدولة المنتخبة. وبالتالي فأعتقد بأننا لازلنا في حالة المأزق وحالة الإنكار لكل طرف للآخر، فالسلطة تعترف بالاحتجاجات وتدير لها ظهرها ولا تقر بوجودها، وكذلك الحراك لا يقر بمشاريع السلطة السياسية ويرفضها. طالما أن الانتخابات ستجرى في موعدها كما قلت والحراك لا يستطيع وقفها، لماذا لا تعطي أو يعطي الحراك فرصة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أوضح في رسالة للشعب الجزائري عن أن هذه الانتخابات ستكون نزيهة وحرة؟ أولا الإشكال ليس في الانتخاب، في العملية الانتخابية في حد ذاتها. السلطة تركز على الانتخاب كآلية، لكن تنكر أن هذه الآلية يجب أن تسبقها العديد من المسارات للطمأنة والمسارات لتحقيق النقاش السياسي في الشارع الجزائري. السلطة تتنكر لكل المبادئ التي تقول بها، فعندما تقول بالشفافية ومساواة كل المواطنين في الترشح، نجد الآن وبعد فتح قائمة للشباب للترشح هناك معاملة تمييزية لقوائم دون أخرى، فتضع العديد من العراقيل بالنسبة لقوائم وتقدم تسهيلات بالنسبة للأخرى. عندما تقول السلطة بأنها تسعى إلى تحقيق العدالة ومحاربة الفساد، في السياق في الوقت ذاته نجد تعليما للوزير العدل يقول بأنه ليس يحق أو لا يحق للأمناء العامون تحريك الدعوة العامة بناء على إلا شكل المواطن، وهذا تدخل من وزارة السلطة العدل. التنفيذية في العدالة.
نعم، وهذا تدخل سافر في مبدأ عمل العدالة. عندما تقول للسلطة، بالتالي كثير عندما تقول للسلطة بأن هناك مجال بناء للحريات، لحد الآن لا نسمع في القنوات العمومية وحتى في الصحف والجرائد والقنوات الخاصة أي كلمة معارضة لخطاب السلطة، وبالتالي هناك غلق تام ولكن دكتور للفضاء الإعلامي يبقى أن للنقاش نقول أن السياسي الحراك الجاد. ليس لديه ظهير سياسي قوي يدعمه في هذه المرحلة، والدليل أن بعض الأحزاب وشخصيات مستقلة أيدت الانتخابات، بالعكس قدمت أسماء مرشحيها. نعم، الحراك هو ليس حزبا سياسيا ولا تيارا سياسيا، الحراك هو فعل سياسي لمجموع الجزائريين الذين يطالبون السلطة بضرورة تقديم ضمانات أكثر جدية وأكثر واقعية للانخراط في المسار السياسي. يريدون كذلك إعادة تصحيح للمسارات السابقة، لأن ما تم البناء عليه سواء مرتبطة بالانتخابات التشريعية، الانتخابات الرئاسية، وحتى بالنسبة للاستفتاء على الدستور الذي لم يحظى توافق للجزائريين وحتى موافقون عليه لا يتعدوا بعدة ملايين، وبالتالي فهناك ضرورة لإعادة تصحيح للمسار المبني على التوافق وليس الاتجاه الأحادي والوحيد لرؤية السلطة، وهذا كذلك ما لاحظناه حتى في قانون الانتخاب. بالتالي فالسلطة تريد دائما أن تسير وحيدة دون أن تلتفت لهذه الجموع المعارضة في الشارع وهذه الأصوات التي تطالب بضرورة تصحيح الوضع قبل البدء في أي مسار فعليا جادا يمكن أن ينقل الجزائر إلى دولة الحق والقانون كما تقول بها السلطة. بالتالي فلابد لطرف للسلطة أن تستمع بكثير من الإنصات لهتافات المواطنين في الشارع، وحتى لا يمكن أن تزداد كرة الغضب لدى الشارع، ويمكن كذلك أن تتحول كرة الغضب التي لحد الآن ما زالت في إطارها السلمي يمكن أن يتلاعب بها لتتجه في أساليب تعبيرية نعم، أكثر عنفا، وهذا شكرا ما نخشاه على الجزائر. بالتالي شكرا جزيلا أعتقد أن لك السلطة دكتور. هي الآن في حاجة إلى ضرورة. شكرا دكتور توفيق شكرا. بقاعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر. والآن عودة إلى بقية الأخبار مع رولا. شكرا لك.